السلام عليكم ورحمة الله الزرفلاوي. اعتقالات بالجملة راهي تتم في بلاد القبائل منذ يومين، وهذا يعني قبل يعني ساعات قبل انطلاق الانتخابات البلدية المزورة. الاعتقالات هذه أعلنت عليها قناة ولد القومي المسجون في القريعة، قناة زيغو اللي عيطوا لها من الجزائر قناة زيغو، أعلنت عليها ورات صور وتكلمت أنه يعني فيه اعتقالات لمناضلين ومشتبه فيهم، سمعت، وعناصر كانت خلايا نائمة تاع الماك، يعني قدم لك شيء آخر. يزيدوا يقول لك تم اعتقال شاب ملا يغرطة في عين ترك، واللي اعتبر انه هو يعني المكلف بالعلاقات في الخارج وكذا، وحكموه قال في عين ترك لانه كان راح يهرب يحرق لاسبانيا، هكذا كارمو يعني حرق لاسبانيا. يعني تشوف كاش راهم يقدموا في الامور ويأزموا فيها، الى درجه انهم صاروا في بلاد القبائل يعطيوا صوره سلطات استعماريه، يعطيوا صوره تاع سلطات استعماريه. في المطارات الناس توقف لما يسمع اللهجه اللكنه القبائليه. شباب في وهران وقفوهم، ماشيين وهران حواسين راح يحوسوا في وهران، وقفوهم، وعلاش اسمه يغرطة، اسمه يوفا، اسمه كدا، حبسوا قبايلي ما يمشيش لوهران راح يديروا لها، ويطلعوهم وين؟ ما بقى ما تروحش وخلاص، لا يدوهم، يوقفوهم، وهذا اللي يعني اعترفت به العصابة عبر لسان حالها، هذه قناة زيغو حاشا من يسمع. قناة ولد القومي اللي راه اليوم في الحبس تاع القريعة، في الحبس ويشيد، شوفوا 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 الرخص، في الحبس ويشيد، في الحبس ويشيد، مرته تشيد ومرته الأخرى وعدو ثلاث نساء كاع يشيدوا باش ما يزيدوش يدو، لأنه الراجل فاسد، لأنه فاسد هذا، ما يجدو قضاء الفساد تاعو ما يجدوهالوش. أبار عطاو له هذيك تاع 3 سنين حبس، كانوا 5 عطوها له 3، لانه كان تسمى مشى في الخطه تاع بوعزه ضد تبون ومرمد تبون وكامل، دونك فريق يخلص، ومن بعد دوك يخرج يروح ينبطع عند تبون ويحبو قدامه، هذه هي الحكايه. الو نرجعوا لموضوع منطقه القبائل، راهي الان الامور سخونه بزاف بزاف بزاف، وهذا دائما حسب ما جاء، ماشي يعني مواطنين هذا كاين مواطنين يرسلوا راسه، حسب ما جاء في قناه زيغو لما يقول لك اعتقالات، داو قال لك مناضلين، وداو اخرين تاع خلايا نايمه، وخرين مشتبه فيه، ماني شكون كاش مشتبه فيه هذا في الماك، وزيد وقتاش الماك كان ارهابي، واش من عمليه قاموا بها، هات واش من عملية قاموا بها. إذن هنا كاين نية مبيتة هي اللي قمع منطقة القبائل، لأنه منطقة القبائل كانت هي في المقدمة تاع الحراك الأولى، ثانيا الشعب القبائلي معروف عليه أنه في أي مناسبة انتخابية يبطل حسابات العصابة، يكسرها. العصابة هذه اليوم كي راهي تجرم في حق بلاد القبائل، راهي ماشية طريقة عمياء، رولو كومبريسور، زاد ضربوا جياسكا، فريق جياسكا ضربوه، ضربوا شباب اللي كانوا في الحراك، يعني كانوا ناشطين، وقفوا وحكموا بسنتين سجن
على الأستاذة ميرا مخناش، أستاذة جامعية وبنت محافظ سياسي نتاع الأفلام التاريخي، سمعت؟ حكموا عليها بعامين سجن، يعني ما يشوفوش الماضي تاع باباه، لأنه هذو ولاد حركة، هذو ولاد حركة، ولاد حركة. اليوم اللي في الماك راك تكلم عليهم دايرهم إرهابيين، كلهم ولاد عائلات ثورية جاهدوا من أجل استقلال الجزائر. زعيم الماك ولد شهيد يا ولد الحرام، زعيم الماك ولد شهيد، تربى في مركز ولاد الشهداء تاع البيار تاع شاتو نوف. وانتوما اللي اليوم راكم تقولوا عليه إرهابي، انتوما كنتوا كلكم شياتي عند فرنسا، والديكم كانوا خبثاء، كانوا عملاء، واللي ما كانش عميل كان يتخبى في بيت الراحة. أوليك واش كاين؟ تجو اليوم تقولوا للأحرار ولاد الأحرار، تقولوا لهم راكم إرهابيين، ويجوا يخطوا لإغتيال زعيم الماك فرحات مهني. وهذو أغبياء، كما رد عليهم بعد فرحات مهني، إنك لما تقتل رجل حتى وإن كان هو زعيم الحركة، ما تقدرش تقتل القضية اللي راه يناظر من أجلها. الفكرة ما تموتش، القضية ما تموتش. هذا هو اليوم جبار مهنا راه يلعب في دور الكابيتان ليجي تاع المخابرات الفرنسية، اللي قام بعمليات ضد جيش التحرير الوطني وضد الجزائريين في بلاد القبائل. الكابيتان ليجي هذا يعني كان تسبب في مجازر، تسبب في مجازر في تصفيات. جبار منا راه يقوم بنفس الدور ولكن ما ينجحش، لانه كابيتان ليجي ما نجحش، كابتن ليجي ما نجحش، هو ما يقدرش ينجح. كابتن ليجي كان عنده مستوى ثقافي، مستوى تعليمي، جبار مهنا ما عنده حتى مستوى. هاوليك وين راهي؟ جبار مهنا مستواه تحت رونجرز، ما يقدرش يفوت التالون تاع رونجرز تاعو. تجي انت تحب تضرب منطقة كاملة لأنها وقفت لكم الشوكة في الحلق، ويحبوا يقلبوا ضدها مناطق أخرى من البلاد، يحبوا يقلبوا ضدها القبائل الشاوية، البهارنة، الصحاروة، الشاوية الحرار، عمرهم ما يقفوا ضد القبائل الحرار، لأن حتى القبائل عندهم الأنذال ديالهم والعملاء تاع العصابة مثل جبار مهنا. وأغلبية نقول مليح، أغلبية العناصر تاع المخابرات اللي تعذب في الناس وتعذب في القبائل هما قبائل. اي نعم. وما من اللي زعما محطينهم قال هادو ما باش يغتالوا الناس اللي يقلقوا فيهم منهم فرحات مهني قبائل، يعني باش نقول لنا دونك سي نورمال كو تصيب شاوي ضد القبائل وتصيب وهراني ضد القبائل، لكن تصيب اذا تصيب شاوي واحد تصيب عشرة مقابلينو مع القبائل، ويقول لك احنا ما نفرقوش حتى اذا ما توحدناش تحت الراية الجزائرية، نتوحدوا تحت الراية الامازيغية اللي هي اوسع، اللي هي اوسع. الراية الأمازيغية راهي تشمل من جزيرة سيوة حتى لجزر الكناري، من سيوة حتى لجزر الكناري. هذا ما تقدرش تجي اليوم تقول لي بلي هذا الراية الأمازيغية ما راهي تاع القبيل. لا، العالم تاع الماك شيء والعالم الأمازيغي شيء آخر. هذه نقولوها للناس اللي لا غالب مساكن دبدبتهم المنظومة التربوية الجزائرية تاع بن بوزيد وجماعته.
اليوم القبائل واش راهم يقولوا للنظام؟ راهم يقولوا ما ناش باغيين ندخلوا في صراع معاك ونخرجوا لك بالقوه، لاننا نخمم في مصلحه الجزائر قبلكم انتوما يا ولاد الحرام يا عصابه حرايميه. مصلحة الجزائر يفكر فيها القبائل قبل ما يفكروا فيها هذه العصابة الحرايمية أعداء الجزائر. أم يقولوا لكم، وهذه رسالة جاتني عند إخوان، يقولوا لكم عودوا إلى رشدكم، ونضيف إذا كان عندكم رشد. الفوي عمره ما كان عنده رشد. قولوا عودوا الى رشدكم لانكم ماكمش قادرين تروضوا القبائل المتمرده. بلاد القبائل المتمرده ما تتروضش. Vous n'arriverez jamais à dompter la Kabylie rebelle. سنين وسنين مرت، شحال من واحد مر ما قدرش يروض هذه المنطقة، قلعة الأحرار. ربي يقدر الخير لبلادنا، ربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. صحافيها.